ومن نيويورك ينضم إلينا الأستاذ أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي. أرحب بك أستاذ أحمد معنا شاشة القاهرة الإخبارية. مناشدات ونداءات وصراخ بتدخلات عاجلة وبمساعدات وبإنقاذ وأعطاء بريق أمل وميض أمل ببعض من الحياة لأهل قطاع غزة. كل هذه الأمور لن تحدث إلا بعد اجتياح بري مرتقب؟ للأسف الشديد ما يحدث على الأرض في قطاع غزة، ولو انتقلنا إلى مدينة نيويورك وفي مبنى الأمم المتحدة، يفشل مجلس الأمن في أكثر من جلسة كان آخرهم اليوم في أن يصل إلى قرار ينصف أصحاب الأرض ويوقف المجازر ويحصل حتى على بريق أمل بأن في وقف لإطلاق النار. طبعا هناك غليات سياسية من قبل الوفد الإسرائيلي، لما أمس وزير الخارجية الإسرائيلي ثم يعقبه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة وكلاهما يوجه الحقيقة كلام غير مسؤول للأمين العام، معترضين على كلامه المحترم جدا اللي قاله، وكمان بيطالبوه بأنه يعتذر يعني يتحمل مسؤولية أنه يعتذر عن الكلام اللي قاله ويستقيل من منصبه. طبعا كان في دعم كبير جدا عربي وعالمي للوضع الأمين العام اللي هو من 5 سنوات انتخب على أساس أن راجل عنده خلفية محترمة جدا، آخر 10 سنوات من عمره كان مسؤول عن مسألة اللاجئين والمهاجرين حول العالم، وبالتالي الراجل ده من أكثر الناس اللي ممكن يكون تحمل هذه المسؤولية وفاهم بالضبط الأوضاع في الأراضي المحتلة. نقدر نقول أن الأمل يعقد على أن بكرة كمان هتكون في جلسة في الجمعية العامة، من الممكن أن يكون هناك بارقة أمل في تحول للموقف. إسرائيل هذا التبجح جاي من أكثر من منطلق، الدعم الأمريكي لها الغير محدود، لكنه في الآخر هيؤدي إلى كارثة، وإن هيكون في يعني ضرر كبير جدا على أمريكا لو توسعت الحرب ولو دخلت إسرائيل في الاجتياح البري. بتتحسب أمريكا، لو لاحظنا المؤتمر الصحفي والكلام اللي قاله النهاردة الرئيس بايدن، يعني أحد التحليلات بتقول أنه بيحاول بقدر الإمكان يؤكد على أن مش إحنا في أمريكا اللي بنضغط على إسرائيل ونقول لها تخش الدخول البري إمتى، هي اللي هتحدد. أعتقد ده له مؤشرات أنه بيحاول يتنصل من المسؤولية لو حصل الهجوم البري دخلت إسرائيل لفلسطين أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممكن جدا الأسرى الموجودين حياتهم تكون معرضة للخطر، ممكن دائرة الحرب تتسع، وبالتالي يحاول بايدن بقدر الإمكان يقول أنا بديك دعم ولكن أنا مش هكون مسؤول عن النتائج اللي هتحصل. مواقف كثيرة جدا عالمية، شفنا كمان الرئيس التركي كلمته النهاردة، شفنا الرئيس الفرنسي في كلمته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعني في توجس من الأيام القليلة الماضية تحمل الكثير من المفاجآت، نتمنى أن تكون في الصالح الفلسطيني. طيب، هنالك نوع من الصراخ أو الصوت العالي كان من الجانب الإسرائيلي بأنه يريدون عالما ينسجونه ويفصلونه على مزاجهم وأن توافق جميع الأطراف على هذا العالم الذي يقدمونه أستاذ أحمد. وهنا سؤالي عن أي فرصة نتحدث اليوم بأن يتم اقتناص لبعض من الأمل في أن يكون هنالك تدخلات عاجلة فعلا، يكون هنالك مشروع قرار فعلا ينفذ على الأرض. عن أي فرصة نتحدث اليوم أستاذ أحمد مع كل ما يخرج من الجانب الإسرائيلي من هذه الحرب المستميتة في الأروقة الدولية؟ أعتقد ما تنقله الكاميرات وما حدث من مظاهرات ووقفات احتجاجية في كل دول العالم وبالتحديد في أوروبا وفي أمريكا، الشارع الأوروبي أو الغربي والشارع الأمريكي بدأ يحس أنه في كيل بمكيالين، وبدأ حتى الإعلام في أمريكا، أعتقد الضغوط اللي حصلة دي أتت ببعض الثمار. احنا شايفين في تغير في الموقف، في بعض الدول الأوروبية تغير في الموقف الفرنسي، اللهجة الحادة اللي كان بيتكلم بيها بايدن اختلفت، الداخل الإسرائيلي أعتقد اجتمع المجلس الحرب النهاردة وكان حتى في الآخر ما عندهمش يعني قرار أو شيء يقدر يقولوه للمجتمع الإسرائيلي. هناك مظاهرات حاشدة كل ليلة قدام وزارة الخارجية الإسرائيلية بتطالب، أو وزارة الدفاع بتطالب، أو بيتكلم من خلالها أهالي الأسرى إن هم لازم يكون في موقف. السيدة المسنة الأسيرة اللي طلعت وتكلمت أمام الكاميرات فضحت الحقيقة منظومة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة. احنا بنشوف في نيويورك في سيارات بقالها كم يوم بتجوب الشوارع والميادين الرئيسية
وبتقف شويه قدام مبنى الامم المتحده. هذه السيارات تحمل شاشات للدعايه والاعلام حاطين فيها صور للاطفال باسمائهم واعمارهم، الاطفال الاسرائيلي اللي هم مختطفين او بيعتبروا اسرى مع اسرهم. مهما كانت قوه الاله الاعلاميه الاسرائيليه، في الاخر الناس دلوقتي اصبحت عندها عيون. بس هي لم تكن قوة الآلة الإعلامية الإسرائيلية فقط، يعني هي كان معها مجموعة من الدول الأخرى. وهل معنى ما تقول أن بدأ بايدن وبدأت الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع شكلها، مع مخاوفها لتعرض مصالحها في المنطقة للخطر؟ في أي سياق يمكن أن نقرأ ذلك؟ بالتأكيد الولايات المتحدة حريصة على أن بدأت تحس أن الرسائل اللي جاية لها من خلال علاقتها مع الحلفاء التقليديين، المملكة العربية السعودية، دول الخليج، مصر، تركيا، الأردن، هؤلاء الحلفاء مهمين جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اللقاءات اللي حصلت والاتصالات اللي حصلت الحقيقة كان في ردود أفعال قوية جدا من القادة العرب والإقليميين، أنه لا يمكن أبدا نسمح بأن تستمر هذه المهزلة، ولا بد ان يكون لامريكا وجهه نظر محايده على الاقل، ولا تدعم الطرف الاسرائيلي. لما رئيس وزراء اسرائيل يمارس كل هذا العنف ويقول حنسمح للمواطنين الاسرائيليين اللي موجودين في التجمعات السكنيه وفي المستوطنات تديهم سلاح، ده مش تحريض على العنف، ده الحقيقه المجتمع الدولي محتار كيف تستطيع. نعم، لذا هنا يعني سياسه المظلوميه التي بدات بها اسرائيل في البدايه بدات ان تتغير. أنا أعتقد أن في الداخل الإسرائيلي أولا على المستوى الدولة في إسرائيل هناك صراع دلوقتي أو اختلاف في وجهات النظر. السياسيين عندهم رأي والعسكريين عندهم رأي، حتى العسكريين منقسمين في الرأي. هناك من يقول هذه الحشود اللي بقى لها 19 أو 20 يوم، معظم هؤلاء الجنود اللي جم من الاحتياط ليسوا جاهزين على أن يكونوا. أولا الصدمة اللي حصلت في 7 أكتوبر تركت أثر سلبي جدا على كثير من الجنود الإسرائيليين اللي هم في الخدمة والمتطوعين، إن اللي شافوه 7 أكتوبر عملنهم نوع من عدم الثقة في إن لو حصل هجوم بري إن ممكن يكون في ضحايا. فالحقيقة في برجلة ولخبطة مش قادرة تدي قرار نهائي يعني الحقيقة بيتصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصرفات الحقيقة متشنجة، وفي نفس الوقت هو كان بيعتمد إطلاقا 100% على الدعم الامريكي الغير محدود. بدات اداره بايدن تتكلم معاه بشكل ان انت لو هتاخد قرارك احنا مسؤولين لغايه حدود معينه. نعم، ولكن لا تورطنا في حرب اقليميه. نعم، ولكن اليوم في مجلس الامن كانت جلسه في غايه الاهميه وهي للمشروع الامريكي والمشروع الروسي، وتم رفض المشروع الامريكي بسبب الفيتو الروسي والصيني، ورفض المشروع الروسي بسبب الفيتو الامريكي. من بوسعه أن يضع حد لما يحدث الآن؟ من بوسعه أن يقول سيحدث وقف الإطلاق النار؟ هل المشروع العربي الذي ربما سيقدم في الجلسة القادمة من مجلس الأمن؟ ربما، ولكن للأسف الشديد المناكفة السياسية المستمرة ما بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدائمين، مناكفة ما بين روسيا والصين وأمريكا. لما انتخب الرئيس أو المسؤول كبير يعني أنطونيو غوتيريس عندما تم تعيينه من 5 سنوات، أول تصريح قال إن أنا أهتم جدا بمعالجة الهيكل الإداري للمنظمة، لأن في أشياء كثيرة جدا يجب أن يعاد التفكير فيها. كثير جدا من القوى الإقليمية والأعضاء في مجلس الأمن بيطالبوا بأن لازم يكون في تغيير شويه. النهارده الرئيس التركي اتكلم في الحكايه دي، قال النمط اللي حاصل ان بس يكون 5 أعضاء دائمين و10 غير دائمين ينتخبوا كل سنتين، لازم يكون في مساحه جغرافيه ودينيه لانها تعطي مساحه اكبر لتمثيل دولي في العالم. مش ممكن تستمر الامم المتحده اكثر من 70 عام قائمه على هذا النظام وحتى أن يتم هذا الأمر وأن يتم خلقه أو صناعته ربما بعد مخاض نترقبه وننتظره بموضوع يعني الشكل العالمي الجديد. أستاذ أحمد، هل ستستطيع غزة، هل ستستطيع فلسطين أن تصمد حتى يظهر هذا الشكل الجديد الدولي المرتقب؟ الحقيقة المعادلة صعبة جدا. المقاومة الفلسطينية لها كل التقدير والاحترام رغم كل الظروف الصعبة دي، لكن هم بيثبتوا أكيلا أن هم أصحاب حقه، أن هم بيقوموا بعمل لا تقدر عليه حتى جيوش أو مؤسسات دولية. هم ناس بيعتبروا أصحاب أرض وعندهم مسلسل كفاحي لإعادة الحق لأصحابه.
إنما لو دخلت إسرائيل أو القوى اللي تدعمها في حرب، احنا تعودنا دايما ان المحتل الفرنسي والمحتل الانجليزي لما طلع من الجزائر ومن دول اخرى ما كانتش حرب تقليديه، كانت حرب ناس اصحاب بلد عندهم ايمان وعقيده بان كفاحهم المسلح هيرجع لهم حقهم. ده يمكن العقيده اللي عند الجانب الفلسطيني وقوى المقاومه الفلسطينيه، ممكن مع الوقت اعتقد هيكون في شبه يعني انعزال لما تقوم به اسرائيل او قواها العالميه اللي بتساعدها، ويختلف الموقف، فإن غدا لنظره قريب، نتمنى ذلك يعني. طيب ماذا بعد، وهنا تساؤل وكنا نتابع عن قرب وعن كثب، برلمانيين وساسة في دول أوروبية وفي الغرب يقفون ويواجهون السفراء ويواجهون نظراءهم الإسرائيليين بالحجة وبالدليل القاطع من الجرائم والإدانة بما يفعلونه بحق الشعب الفلسطيني، تظاهرات واستنكارات وأصوات تتعالى في ساحات وميادين في مختلف العواصم اليوم، وإن كنا نأمل ببعض من التراجع بهذا الغطاء الإعلامي والسياسي للجرائم الإسرائيلية. طيب وماذا بعد أستاذ أحمد؟ فقط الترقب والانتظار؟ ألا يوجد هنالك مسالك أو مسارب يمكن أن نأمل من خلالها أن يحدث شيء ما يوقف ما يجري اليوم في غزة؟ الحقيقة نحن أمام مسألة التوائم أو التوازن ما بين القوى الغاشمة والدعم الغير محدود، لكن في نفس التوقيت هناك وجهات نظر أصبحت جدا قوية وصريحة وعلى الملأ من قبل المجالس النيابية في أوروبا. أعتقد في أمريكا برضو بدأ بعض السياسيين والمحللين والمفكرين يوجهوا انتقادات شعبية الرئيس بايدن بتتراوح ما بين الأربعينات، ما كانتش قبل كده بشكل أطيب، يعني معناته أن في زخم في المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي أنه هذا الدعم الغير مسبوق لإسرائيل على الملأ يؤدي لهذه الفضائح اللي تحرج المجتمع الأوروبي والأمريكي وتدين تصرفات إسرائيل. هذه المرة أتمنى أو أعتقد أنها تختلف عن كل مرة، لأنه حجم الدمار اللي حاصل غير مسبوق. إسرائيل تريد أن تفعل ما تشاء بدون أي عقاب، ومن أمن العقاب فقد أساء الأدب. نعم. لا يمكن أبدا أن تستمر فلسطين تقاوم بمثل هذا النوع من يعني إغلاق كل الأبواب بتاعت الأمل، الكهرباء، الماء، الغذاء، الدواء، يعني أبدا. الأونروا أحد منظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض بدأت ترفع إيديها وتقول ربنا يساعد الفلسطينيين ويساعدنا كمان إحنا نساعدهم. نعم. لازم يحصل فيه حلحلة إن شاء الله. نعم، ولكن القرار مجلس النواب الأمريكي اليوم بدعم إسرائيل جاء بالموافقة، إذن لماذا أخذت قرار كهذا ولم تخشى رد الفعل أو رد فعل الشعب الأمريكي الذي كان ضد فكرة الدعم المستمر لأوكرانيا؟ رئيس مجلس النواب الجديد انتخابه اليوم هو عايز يرد الجميل للأعضاء اللي رشحوه وفاز في المنصب، وعايز يوري نفسه من البداية أنه هو بيعضد سياسة بلده، لكنه يعني نقدر نقول لا نستطيع أن نحاسبه على أول يوم في منصبه، هو برضه مستمر على نفس النهج. إنما لازالت في الداخل الأمريكي كثير جدا من المنظمات والمؤسسات اللي مش إعلامية لا بتقول أن كان الكلب ميكالين واضح في مسألة دعمنا اللامحدود لأوكرانيا، وأن الناس اللي تعرضوا للأزمة في أوكرانيا وتهجروا وراحوا لبلاد في أوروبا مجاورة لهم كان هناك دعم لوجستي وإنساني قوي جدا على أعلى مستوى، لم يقابله نفس الشيء بالنسبة للجانب الفلسطيني. دي من أحد النقاط الهامة للمجتمع الأمريكي والأوروبي بيعارض فيه سياسات حكوماته، ويمكن مع الوقت نسعى ونأمل يكون في نوع من التغير في مثل هذه التوجهات.